لا يا ريس مفيش. غريبة. طب لو حصل حاجة بلغني. حاضر يا ريس تحت أمرك. يوسف انت فين يا يوسف؟ بقلب عليك انت يا يوسف ده انت جنيت ولا ايه؟ سلمتني الدربالة قصاد ايه؟ يوسف الكلام ده متحورش يا ياسين، شريف حكالي على كل حاجة. شريف مين؟ شريف! شريف اللي انت ودربالة عايزين نقتله يا ياسين، هتستهبل؟ انت ابويا ما عارف حاجة عن الموضوع ده. قعدتني في البنسيون عشان ما اعرفش افلفص منكم، ابقى تحت عينيكوا طول الوقت مش كده؟ قوم معايا هوديك مكان البرنس نفسه ما اعرفكش فيه طريق جره. قوم يلا. لا مش كده يا يوسف، البرنس كان عارف مكان الاوضه، ولو كان طالك كان زمانه خلص عليه. كفايه كدب بقى يا اخي، كفايه كدب، انت بتزهقش. انت جيت قلت لي ان سعاد عمرها ما هتخليني اشوف ابني تاني، كل ده عشان ايه؟ عشان الدنيا تسود قصاد عيني وابقى زي الكلب لما ترمي لي الطعم اجري عليه؟ يوسف سعاد ما كانتش ناوية تديك اي سنتين، يفهم بقى. دلوقتي بس فهمت ازاي صورتي جت على القسيمة. قسيمة جوازي على ساحر، ولا انت كمان هتقول ما تعرفهاش؟ طلبت منك تعمل لي بطاقة باسم ضاحي، عملت فيها صاحبي اللي خايف عليا وما رضيتش في الاول، كل ده عشان تسبكها يا ياسين. طبعا بعد كده جريت على دربالة وقلت له ان صاحبك اخوك رجله جت في الخيه خلاص، مش كده؟ ساعتين بلف الشريط في نافوخي، بجيبها يمين وبجيبها شمال، بس عمري ما كنت اتخيل انك تبقى بالوسخه دي. انت مضغوط يا يوسف، مضغوط وتعبان، اقعد استهدى بالله وارتاح. اوسخ حاجه في الخيانه ايه؟ انها ما بتجيش غير من قريب منك، ما بتجيش غير من واحد انت بتبقى فاكر اخوك اللي في ظهرك، اللي انت قسمت وياه لقمتك وامنته على بيتك، صح؟ لا يا يوسف، انا عمري ما خنتك، سعاد هي اللي خانتك، انا ماليش ذنب، انا كنت عارف الموضوع هيوصل للقتل، ثم انا ما غصبتكش على حاجه يا يوسف. نفس اللي هيقوله الشيطان لربنا، انا ما غصبتهمش على حاجه، انا وريتهم السكه هم اللي راحوا. استغلتني عشان توصل لدربالة يا ياسين. لا يا يوسف انا ما استغلتكش، لا انا كنت بساعدك، انا عملت كل ده عشان اساعدك. انت مش شفتش منظرك كنت جايلي عامل ازاي وانت خايف في جلدك من برنس؟ ها؟ كنت عايز اشوف اصفارك عليك كنت بتغرق؟ انت بتخليني اقتل يا ابن الكلب. هو انت رايك قلت مين؟ طلع ترغم راجل نجس وشمال، المفروض ينقتل في ميدان عام. وانت يا اخويا جاي تشمل عليا دلوقتي وتحاسبني بعد ما لقيت اللي تعبرك؟ ها؟ لكن لو كنت تعرف بقى ان انا ليا دخل لما سعاد خانتك كنت هتعمل نفسك من بره يا اخويا. روح لسعاد اللي خانتك واستغلت وجودك في السجن. تعالى هنا قول لي، لما جت لك فرصه تنتقم من سعاد عملت ايه يا اخويا؟ ها؟ حلف عليك الشكل بمليون جنيه. عارف سعاد دي كانت دايما تقول لي عنك ايه؟ كانت بتقول لي الواد ده جعان ووسخ، ولو وقفت في طريق اكل عيشه هيلوشك. وانا اقول لها لا، هو في الدنيا زي ياسين؟ ده صاحبي واخويا، لكن انا طلعت حمار. انا طلعت حمار يوسف، انا ما وصلتكش للقتل يا يوسف، الظروف هي اللي خلتك تختار وانت اخترت. خلاص بقى يا اخويا، مش انت وانا اختياراتك. صح يا ياسين،
هاني يا يوسف. اختار يا زين. اركع. صاحبك انزل على رقبك بقول لك. صاحبك انزل. انت مش صاحبي يا سيدي. انت اوسخ واحد انا عرفته في حياتي.